بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه مرسيدس عملها بيرج للمبرياج، هذه ماكينة خاصة تعمل بيرج للفران والمبرياج، زوز تعمل هذه ماكينة خاصة تعمل الفران والمبرياج تعملهم بيرج، أو يعني فيها تمشي بالكورونت تمشي بالدوز دوز فولت بالبطري، نحطوا التيب نتاع الهواء في الدبوزة في البوتاي هذه، هي تمشي بالهواء يعني كي كومبريسور صغير، هي فما بريسيون معينه تاخذها هي تعبي البار لازم تحبس فيه، ايوه حاجه اوتوماتيك تحل البرجر وهي تكمل كي تاع البار ترجع تخدم. هي هذه هي زيت فران، اي وفيها زيت فران، هي معبيه بزيت فران، اه هذه زوز زيت فران عندنا معناتها معبيه بزيت فران، وبهي الزيت الاخر الفران اللي يخرج تعاود تستخدمه في الدبوز هذيك ما يضيعش في الله. أنا برجو بهذا تشوف الهواء اللي بدها بتشوف. يقص لهي سيما. هذه مكينة خاصة باش نحي الهواء من الفران ولا من الامبرياج ولا خاصة. يعملوا بها بيرش منها يربحوا الزيت ما يضيعش في مشيشة. يعني هبها منتورة ومنها يعملوا حاجة صحيحة ونظيفة. شوف فيها كاش ترجي في الهواء اللي انتوخ وحدها. وقفت شرت الهواء نتاعها نظمت وقفت توا نركب اول الهواء في البوتي في الدبوزه نركب وتوا باش يشوفهم اللوطه كيفاش يفرجيها الكهرباء هذي من فوق عندنا البوتي هذي نتاع الهواء هذي اللي باش يفرج فيها الزيت على القوة السلسلة ونركب التيب اللي هو في البرجر توا باش يفتح البرجر هو يفتح البرجر شوية باش تخدم هي تولي تخدم وحدها اذا كان حالة برجر هي بيدها تو ضغطة هو عاملة هواء ضغط شفتوا الزيت كيش هابط يبدا هاي خارج هاي شوف معبي بالهواء يبدا يسكر عليه هي بيدها لأنها فرغت الأفران اللي عندها فرغت الزيت اللي عندها ولا هذا الزيت نزل هنا في البوتاية الدبوزة نعاود نحلوه شوف فما شوية فما شوية هواء ولا شوف الهواء كيف خرج نحن نستناها اللي نتعبي الهواء ومن بعد يعاود يحل هون الهواء شوف فيه خرج الهواء سكروا حل سكروا حل ما عادش فما هواء ما عادش فما هاي الهواء تنحى تو نشوفوا الامبرياج رجع نورمال وهي بيدها تعاود تعبي روحها وكو سكرت الهواء هذا وين زيت الفران اللي هبطت قداش منها هبطت شوف زيت الفران اللي هبطت منها هذه كلها عوضتها بزيت اخر هي وعاود ننزل هذا هنا. ما كان ديجا فيها الدوت كات. اي دوت كات. اي. تقريبا زيت تاع كهرباء اي. هل ضبط زيت مرة واحدة. دوت كات. من غير ما تقعد يعني كل فيدونج للزيت الفران. الزيت المبرياج. تو هذه عبارة بدلت لها الزيت. عبارة بدلت لها الزيت. فوالا هذا بيرجان تاعنا. سكرنا. نسات المشكلة تو باش نشوفوا المبرياج شنو حوالي. اسمها فاكوم سبيسيال بيورج فران عندها تخدم دوت كات ودوت سانك فيها خرطوم للهواء فيها زيت للهواء هذا هي ريزرفوار نتاع زيت الفران
يعني تعال مثل الفرن وشوف فيه اللي عنده وشوش بتاعه، وعندها تخدم بالهواء فيها كيكو بسر بكرون تخدم بكرون المكسوم عليها ديسك فرن وفتر وتريه باش يعرفوا اللي هي متاع فرن. هاي ان شاء الله العمية هذه تفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننزل الكهرباء لوطا هو لان كان حاطين فيها زوز خيوط كوس باترين، تو باش نحي الديت نتاع الهواء اللي هو ركب في بلاصه في مكان البوشون هذايا اللي هو شاطي الهواء من فوق، تو باش تستي الامبرياج نشوفوا شنو احوال. ولا كاسحه؟ اي تنزل على الفرن يتعدل. اي المشكله نتاع ورا هذا يقعد نهار اثنين ما عاود يسمع. نهار اثنين يقعد يسمع. شفت قداش كان فيهم؟ اي ما هو ما لقيتش يعني الفازه بها صب الزيت من غير ما تخرج. اي تبقى تبان بيتك بس. اي خليها واقفه مده يعاود يطيح. يعني هكا اللي صار. هكا اللي صار. نحن تو نحينا الهواء بها من غير ما نزيدو نشوفوا. نزيدو نجربوا ونشوفوا. باهي. اما نورمالمون فيها ثلاث كور. ورجعوا غطوها هذه ما يهابتها في اي دبوزه نحطها تجيبك الماكسيموم بالضبط. اه وحدها ما تعبيش الدبوزه يعني عندها جوج منها فيها. هذا يا خيط للبيس وخيط للمو. عندنا هذه كرهبه 1.5 دي سي اللي هي داسيا دستر. شنو انا فهم برشا يسالوا على البيرج نتاع الامبرياج كيش نعملوا على مختار ديما يسالوا فيا، تو هو باش نوريكم هيك شنو الحل الاسهل والبسيط بالنسبه للواحد. تجيب اللي هي ابره نتاع زريقه نقولوا احنا اللي هي بيكير كبيره وتعبيها بزيت الفران، وتجي للتيب اللي جاي للبومب جي التيب هذايا اللي جاي بشركة في البومب، وهو فيه هو نفسه فيه كيلبرجير صغير. لحظة هي فما التيب هذاك اللي راكب في الريسبتور لوطا في طرمبة المبرياج اللي في البوات هذيك، نفكوا السركيب هذاك شوي ونجدوا التيب شوي التالي والا نفكوه ونحطوا فيه الدريت، لان فيه دريت هذاك كي تجبد شويه يولي زيت يخرج كيما البرجير هذيك كي تخرجها هو شويه ثاني يولي زيت يتبعك ونجم يدخل للواحد. ونحطوا لك التيب هذايا ونحطوا له الزريقه هذيك او البيكير ونرجعوه مكانه. بعد نحطوا التيب نرجعوه مكانه في الترومبة الوطنية نتاع الامبرياج، وقتها ننزلوا على الزريقة هذيك البيكير بشوي بشوي لين يخرج يتعبى الزيت ويرجع البوتاي هذه نتاع الفران اللي هي ميلونج ما بين بعضها ما بين الفران والامبرياج، يعني الفران والامبرياج ياخذوا الزيت من مكان واحد من الدبوز هذه من البوتاي هذه. فيها شوية عب هي خاطر المكان ضيق لازم الانسان يثبت في السركليب تدخل في مكانه ولا لا، باش كي يدخل الزيت ما يخرجش منه. دخل تمام سهي دخل لازم السركليب هذاك شوف فيه هنا بالواحد هذاك لازم يدخل في مكانه باش يرجع التيب في بلاصته والزيت وقتها يكون تكون التيب تعبت بالزيت. نزيدو اذا كان هي ناقصه نزيدوها نزيدو ديما نصبو الزيت لين تتعب ويولي الامبرياج باهي. فيها شويه تعب فيها شويه قلق فيها شويه حكمه، لكن الانسان يوسع باله كل مره نجبدو الدريت شويه لبرا ناكس الكليبس نجبدوه شعره ما نخرجوش الكل ونصبو الزيت بالزريقه هذيك بالبيكير هذيك ونعاودو نرجعوه في مكانه باش نجربو الامبرياج.
لو تسمع فيه تو ما عادش يتنفس، لان ما دام اذا كان دخل في مكانه ما عادش يتنفس. سافا توا توا شفتوه، اذا كان خذا الزيت نتاعو كامل يرجع لمبرياج فيسع اصلي، ما في حد شيء دوريجين. اظن نزيد نفهمكم شويه على العمليه. اي بتزيدوا شويه، لازم حتى بتزيدوا شويه الفران، لازمك تعود تجبد السيركيبس. هذيك لازم تحط الزيت تحضره في البكير، وفما اكل السركيبس اللي قلت لكم عليه اللي راكب هذاك، نعاود نعبوها البكير ونعاودو نجبدو السركيبس الديريت شويه التالي باش يلقى الزيت كاش يدخل، ونعاودو نزيدوه. حاول كي تجبدو ما تخرجوش جمله، تجبدو دوب بلاش شويه بركه، لان هي تولي تو ما عادش تقبل زيت. كان ما عادش تقبل زيت عاود رجع كل شيء مكانه ودز السكليبس وكمل الباقي بالبيدال. فيه بوشون رجعوه، فيه بوشون يعني اللي هو يجي من فوق، يعني بوشون كاش بوسيير، يعني مش نتاع بيرج، هو يعني مش كيما الكراب الخين تعمل بيرج بالمفتاح، لا هو لازمك تجبد الدريت اللي راكب هذاك، تجبدو شعره بعد ما تهز السكليبس لفوق، بعد ما تهز الكليبس هذاك الفوق تجبدو شعره وتدخل الزيت من المكان هذاك اللي هو كيل بيرجير هذاك. توا باهي المبرياج، ها توا هكاك باهي ممتاز. يعني اذا كان فما شويه نقص ولا حاجه لازم تكمله بالبيدال شوي بشوي. بعد ما خدمنا وجربنا الفيتاس نتاعنا، وقتها نشوفوا الزيت نتاعنا نتاع الفران ناقص ولا لا، نزيدوه ونسكروه، ومن بالعملية كيكة تكون ساحة وسهلة وبسيطة. نجربوا زاد الفيتاس نتاعنا وإن شاء الله نرك حد البيت. إن شاء الله العملية تنفعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.